نعود مرة أخرى لمتابعة إجراءات صرف معاشات شهر مارس، سواء بالنسبة للإجراءات المتبعة أو أيضا بالنسبة للإجراءات الاحترازية. وبالتأكيد نريد المزيد من المتابعة والمزيد من التفاصيل. إذن نتحول إلى زميل أيمن عماد مراسل إكسترا نيوز لإطلاعنا على المزيد من التفاصيل حول ما يتم الآن. إليك. نعم دعاء، بالفعل تواجد الآن في مكتب بريد حي باب اللوء بالقاهرة الذي اعتاد في هذا التوقيت على صرف المعاشات كغيره من المكاتب البريدية الأخرى على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ العديد والعديد من الإجراءات والترتيبات للحفاظ على صحة أصحاب المعاشات. ولكن تفاصيل أكثر بينضم لنا أستاذ عادل عايش رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة. بعد التحية أستاذ عادل، يعني كلمنا ما هي الترتيبات التي اتخذتموها في الهيئة لمثل هذه، دائما في مثل هذه الأيام لصرف المعاشات؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اليوم وتنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بدأنا صرف معاشات شهر مارس 2021 ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة على مستوى مكاتب بريد الجمهورية كلها، والتي تزيد عن 4000 مكتب بريد. أول هذه الإجراءات هي الالتزام التام لكافة العاملين بالهيئة بارتداء الكمامات، أيضا إلزام كافة العاملين العملاء المتعاملين مع جميع مراكز الخدمات ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية بارتداء الكمامات، فضلا عن استخدام كافة المطهرات وأدوات التعقيم لتطهير وتعقيم كافة مواقع العمل ومكاتب البريد ومراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية، إلى جانب توفير مسافات آمنة داخل المكاتب البريدية، مسافات آمنة وصحية داخل المكاتب البريدية زي ما سيادتك شايف، وخارج المكاتب البريدية لانتظار العملاء، ولتوفير جو صحي ممكن يكون وسيلة من وسائل الوقاية من انتشار الفيروس. أستاذ عادل، هناك شرائح تم إقرارها بصرف المعاشات، لو تطلعنا عن تفاصيل هذه الشرائح. بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبتوجيهات السيد الدكتور رئيس الهيئة، تم تقسيم شرائح أو فئات العملاء المعاشات إلى أكثر من مجموعة. النهاردة وبكرة 1 و2 مارس هيبقى الصرف عن طريق كوانترات الصرف في مكاتب البريد للمعاشات أقل من 1000 جنيه وحتى 1000 جنيه. إن شاء الله الثلاثة وأربعة إن شاء الله هم من 1000 حتى 2000 جنيه من أرباب المعاشات، ابتداء من الحد 7 و2 8 مارس إن شاء الله، اللي هي من الشريحة من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه. اعتبارا من يوم 9 مارس بإذن الله هنصرف لي ما يزيد عن 3000 جنيه، وللناس اللي هم لم يترددوا على المكاتب للصرف خلال الشرائح اللي فاتت. في حالة تخلف البعض عن عدم أنه هو يجي يصرف في البعد المحدد للشريحة بتاعته، بيصرف بعد كده ولا إيه اللي بيتم؟ اللي هم هيتخلفوا عن الصرف في الشرائح اللي هي حتى 1000 ومن 1000 ل 2000 ومن 2000 ل 3000، هيبدأ الصرف ليهم اعتبارا من 9 مارس للشريحة اللي هي المتخلفين وما يزيد عن 3000 جنيه. فضلا على انه احنا وفرنا النقدية تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور رئيس الهيئة في كافة ماكينات الاي تي ام على مستوى الجمهورية، اللي هي هيبدأ لكافة شرائح المعاشات الصرف من النهاردة 1 مارس بإذن الله تعالى. تحت أمرك يا فندم. إذن دعاء، هذه هي الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد للتسهيل والتيسير على أصحاب المعاشات في صرف المعاشات بداية من كل شهر. عودة إليك أيمن عماد، جزيل الشكر لك.